جورة فهم قصر المعارض بالساحل. معكم هيكل أحلاوي المدير الفني بقصر المعارض بالساحل شركة ماديكسبو. حاليا احنا توا في الدورة الثانية معرض صالون فانديكو. الدورة الأولى كانت عم ناول وكانت ناجحة وتوفقنا فيها. الدورة الثانية هذه اللي بدأت من نهار 19 أفريل وتتواصل حتى 29 أفريل. المعرض مفتوح من الساعة 11 حتى الساعة 8 مساء. الجديد في الدورة الثانية هذه هو لي غران زونساني في القطاع متاع الموبل، كيف كيف الديكور الداخلي والخارجي. ضمينا عارضين جدد، زاد شيء هذا معناها رونق للدورة هذه. لي غران زونساني كما قلت لك تقريبا من كامل مناطق الجمهورية كما تعرف. قداش من عارض هو؟ ثم قرابة 60 عرض. ثم عنا توا كما تعرف عنا القطب نتاع تونس العاصمة، عنا قليبيا، عنا الساحل، عنا صفاقس. دونك العارضين من المناطق هذه تقريب. المعروضات نتاعهم كانت متميزة. ثم نوفوتي، ثم تجديد. يعني حتى لي فيزيتور معناها كان معناها الانطباع نتاعهم جيد جدا. وان شاء الله نتوفقوا وبقدره ربي ثم ما خير ان شاء الله.